تجد أن الموحد على سبيل المثال إذا نابه أمر فزع إلى الله، ذكر الله، يهلل، يكبر، يسبح، يحمد الله، يقول لا إله إلا الله، وكل إناء ينضح بما فيه. الآن تجد الذين مغرمون بالأفلام والأغاني والدجل وقلة الحياة والمعاصي حتى عند الغرغرة ربما أنه لا يختم له بخير، وإنما يردد ماذا؟ أسماء المغنين والمغنيات والفنانين والفنانات ونحو ذلك، أليس كذلك؟ بينما المسلم المستقيم على دين الله، فاستقم كما أمرت، تجده دائما يلهج بذكر الله حتى في أحلك الظروف، حتى وهو مريض وهو يمشي وهو يعني. أنا أضرب لك، وهناك أثر لعلي غفلت عنه، أثر مهم جدا، وهو أن الذي يحقق الشيء التوحيد يتنحى عنه من؟ الشيطان. هذا القسم الرابع عشر، يتنحى عنه الشيطان دائما، لأنه يلهج بذكر الله، والشيطان إذا سمع ذكر الله هرب. ألا ترون أنه إذا سمع الأذان هرب وله ضراط؟ واسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة. كم يعطيه الله عز وجل؟ كم أمر؟ لا، 5 أمور. 1 كأنما أعتق 10 رقاب. سبحان الله، تدري كم تستغرق منك هذا الذكر؟ من حصره يوم من الأيام بتمهل وبسرعة؟ ها؟ أحسنت، 7 دقائق على السريع، لكن 10 دقائق إلى 11 على الترسل والتمهل، وانت ماشي للدوام الصباح. لا تحقرن من المعروف شيئا، تذكر ربك. إذا ركبت السيارة ابدأ لين تصل للعمل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في 7 دقائق أو 10 دقائق بالكثير تجد نفسك انتهيت من هذا الذكر. إذن أولا يحصل لك كم أمر؟ هذا من آثار التوحيد، 5 أمور. 1 أنك كأنما أعتقت 10 رقاب، كأنك عدل 10 رقاب. 2 ترفع لك 100 درجة، 100 حسنة. سبحان الله، اللهم أعطنا من فضلك. 3 تحط عنك كم سيئة؟ 100 سيئة. 4 تنحى عنك الشيطان، ابتعد عنك في ذلك اليوم ولا يقربك. 5 لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا شخص عمل مثل ما عملت. لا تحتقر شيء من الأعمال الصالحة يا إخوان، انتبهوا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. انظروا أيضا إلى بشائر التوحيد، أيضا إذا خرجت من بيتك وقلت كلمة، جملة واحدة، لا تستغرق منك 10 ثواني، 10 ثواني فقط. ها، من يحفظها؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، 10 ثواني بالضبط أو أقل. ماذا يترتب عليها؟ كم أمر؟ كم أمر؟ 4 أمور. يقال لك ماذا؟ كفيت. 1 من الذي يكفيك؟ الله. ثم هديت، من الذي يهديك؟ الله. ثم وقيت، من الذي يقيك؟ الله. ثم وتنحى عنك الشيطان. 4 أمور. كلمة لا تستغرق منك 10 ثواني. إخوان ترى نحن نفرط، والله والله نفرط، نغفل عن هذه الأشياء. الكثير منا يفكر في هذه الحياة الدنيا ويمضي يومه كله ما ذكر الله، مهموم مغموم ولو كان من كبار التجار. طيب احمد الله عز وجل